طيب اوكي لو تعرف شكري شنو الفكره. هيعمل هو بدل الضغط ولا شوف بكره هيخلي شوف شوف ولا هيعمله مش هشوف راح اشوف هسه كم هتقدر فينا من اول الله يرحمك الله يشوف باكر راح تشوف عايز اقول فكرتي ها مو بس عني لا راح نقول مو بس عني شوف لي دشني انا وش راح اسوي يعني دشين انا وصغار في كل ايفالف كاركتر بس كل كاركتر هو اكثر من ترى انا عايز اقول لكم فكرتي قول بس ايش رايك بالفكره؟ ايش رايك بالفكره؟ حلو اني انا مدرب رقص ما حد فكر فيها صح؟ حلو حلو انا مدرب رقص عامل ايه وانا مغني نعوم بروح عنده طب وانا مغني نعوم بس انا عامل انا مغني نعوم انا عامل لك موظف برقص برقص موظف بنك كحيان من الاخر يعني بسم الله ريحه حلاوه ريحه حلاوه ريحه ايه حلاوه حلاوه طيب كمل اقسم بالله كمل والله انا موظف بنك تمام ريحه حلاوه وقاعد وبعدين مرات بتخش على اساس هي ديفا بقى اللي هو بقى لابسه النظارات بقى والشعر ومش عارف ايه واللبس وتقعد وتنظف الكرسي اللي انا قاعد في مكتب معفن كله تراب وبتنظف بتاعه وبتقعد ومش عارف ايه وتقول انا قاعد هنا فيكيشن معين فعايز اعمل احط مبلغ معين اخليه بس موجود لحد ما امشي والكلام ده كله لسه هظبط الكلام يعني وانا بقى اللي هو احنا نورنا ده احنا مش عارف ايه ده احنا وبعدين هو بتقول لي مثلا طب يلا اشتغل اعمل انت لازم تعمله كده ففي حته مثلا في حته كده اللي انا قلته في حاجه في الانجليش بيقول اللي هو لما حد اللي هو انا هشتغل على الموضوع اللي انا قلته اللي احنا قلنا ده بنقول جاي اون توب اوف ذات خلاص فانا هقول يا جاي اون توب اوف ذات جست لايك يور سونج زي اغنيتك واغنيه اسمها جاي اون توب اوف ذات قوم تقف انت وشو بتعمل هذا كيرو انت فدا كيرو انت فدا في بعض لا 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 صغير بس اليوم استحققت على ما تعمل كده تمام ستة وقعد اغني ومش عارف ايه واغني لها وكده بعدين تقول لي في كلام اقول لها انت عارف اللي هو يو نو اي سينج تو انا بغني برضه مش عارف ايه نزلت الدرج بس هي تقول لي والله انا كنت بغني كنت لاحظت اه صح انت غنيت انت كده فهمتوا ايه قاعده مستحقراني جدا خلاص وانا بوصل لدرجه اللي هو انا يعني انا عايز اوصل لها باي طريقه ان انا بعرف اعمل كل حاجه ومش عارف ايه هي بتاخد تقول لي خلاص انا ورايا مشاغيل ومش عارف ايه لازم امشي تقوم جايه تمشي لا يا ثانيه لا محتاجه في ورق لازم تخلصيه ولازم مش عارف ايه من كتر ما انا اللي هو عايز انها تسمعني هو رايح وقافل قافل الباب انا هو اكني بقفله ومقفله وملفف ومعنى جاكيت ترابيه ومقطع شعري ومش عارف ايه واخد بعد ابدا اغني عن بعد مايكل جاكسون بس 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 بقى اللي هو بحاول اخد حاجه مش انا وبرقص بقى و يو نو ام باي اي حاجه وهي بتجري بقى بتخاف مني اللي هو يا كريزي المجنونه بتقعد تجري وقعد اجري وراها للمكتب وتقعد تخبط على الباب افتحوا لي وانزل لها لا بليز ساعديني كل حاجه اللي هو عارف هي مش لحد الاخر وبعدين تخرج تجري وبعدين انا بغني اغنيه بتاعتي اغنيه حاجه اسمها اغنيه اسمها روك ستار يعني كنت اخدها قبل كده من زمان يعني الاغنيه بتتكلم عن ان انا باخد فكره ان هو واحد لما بيكون فنان مش فنان يعني عارف روك ستار في هوليوود بيعمل ايه؟ بيشرب وبيعمل بيبمبس وفي كل حاجه كل حاجه بيبمبس قول بيبمبس لا بيبمبس قول بيبمبس بيخربط كل حاجه فاهم؟ بيبمبس وكل حاجه وبعدين في نفس الوقت بيجي في الاخر اللي هو يعني انا بقول ان انا هبقى كل الحاجات دي بس من غير النجوميه فاهم اللي هو هبقى فنان بس من غير العربيه فنان بس من غير الشغل فنان بس من غير الشغل بالظبط ايوه كل الكلام ده كله يعني وبعدين بخلص الاغنيه رامي بيخش بيقول لي بيقول هي كام الاغنيه طبعا لابق على المشهد يعني بيخش يقول لي انت عملت ايه مش انت عملت ايه وانت انا ما هرفدك وانا هبلغ فيك وهعمل قوم نازل جيتار دي زي لحظه ان الواحد بيلاحظ اللي هو مجمع ان هو لا ده انا عايز اعمل ده عايز اشتغل فنان حتى لو انا هشحت يعني باخد هو بيمسك زي ورق كده بيقول لي لازم تخلص ده قوم قاطعه واقول له مستقيم قوم ماشي هو يعني او ماي جاد سو وات يو وانت مرام اوكي وانت مرام لا واقف في الاول انا فاكر اعمل حفله حلو والله حلو وفي تعب في شغل كنت أفكر أعمل حفلة كلها تكون فيها على الإطلاق بس رح يكون فيها شغل كتير آخر شيء إذا واحد خربط حقيقة فوتني بالحياة
هلا ما بعرف، هلا جاب بالي مضيف الطيران. حلو، وايد حلو. بعدين في مشروع اني عم اقدم على برنامج غنائي، فايته عم بشلح فيها بالشغل اللي هو مثلا جرسوني او whatever، يعني فايته عم بشلح كبه من الباب وضل علي مثلا قطع من الثياب ويجي يقول لي شو هاد، انه ها ستايل جديد مثلا، وفوت باغاني اغاني اغاني، اخر شيء غني له انه ميرسي انه ارحموني ارحموني ارحموني. وفي كمان فكره المساج. مضيف الطيران وايد حلو، وهي فنان مسافر. انت تحبينه مسافر وستايلي هذا، وكل انسان في مع التراسيين في تجيب له طلبات ما يبيها ويكون مزعج منه، تجيب له اشياء يشربها غصب عنه ما مزعج منه، تقعدين يمه ممنوع تقعدين يمه. عمري غصب عني سهلة وايد حلو مضيف الطيران. انا كنت كرسيين 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 ممكن تخلصي المشهد ازاي؟ كرسيين كرسيين ممكن تبدل، كنت بتقرف مني كيف تحضر الطيران. حلو كثير حلو، يقول لك يجي لك يقول لك مش دابا الطياره انا وقت جيت له على الدقيق يفرن يجي مش دابا الطياره يقول لك ايوه. طب مش حاجه مش حاجه عايز اتحلم وين مش دابا اللي بقى اللي 10 عامل ايفالويشن على الباب في الوقت. ما حسيتش انا 10 ما اتحلت من قبل فرق، يعني السيت اب يعني كده يعني ده الباب 9 تمام. لا ما ده كراسي كراسي عارفه العدد لازم يجي هنا كرسيين 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 لا بلا كرسيين كرسيين لا مش كرسيين ابدا ثلاثة بثلاثة وطابور كده كده وكده لا هتسيبي هتسيبي المسافة هنا لا عادي هو هنا فاهم قصدي؟ هتقعدي هتقعدي ناس هتقعدي مثلا واحد هنا بس فين هنا؟ يعني تكلمي الكلام بين ان انت مضيفة الطيران بيقعدوا بس مش هيعملوا اي حاجة يقعدوا بس تمام، وانت رايحه جايه رايحه جايه مش عارف ايه تقعدي جنبه بلا 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 في الاخر هو هيقوم يجي هنا اهو وخلاص. مضيفة الطيران قوية والله حلوة قوي حلوة تحفة تحفة ما فيهاش ناس كتيرة هو فيها لخبطة ما تعمليش ناس كتير وحتى مش انت تعتمد عليهم ان هم يحرمون حاجة واللبس تنورة كثيرة جاكيت رسوم وربطي شعرك 50 اربط شعرك هذا التوازن اول ما تصلين كانك I'm going to go to the house.